يا فتيات، لا تنسوا أن تضيفوا خفاشاً. ثم نسكب الجرعة السحرية. أها، أليس ذلك رائع؟ بالطبع رائع، تجاربي رائعة جداً. هذا ممل. شكراً شيء. أخيراً يمكنني فعل شيء رائع حقاً. أكل الشوكولاتة اللذيذة. هذا شهي جداً. بالضبط، أنا لدي أيضاً وجبة خفيفة معي. كيس كامل من دبابة هاريبو المفضلة لدي. كنت أعلم أنه لم يكن عبثاً أنني أحضرتهم معي. لذيذ. المكون التالي هو لعاب التنانين. يا بنات، تأكلون في صفي؟ ألا تخجلون؟ أعطوني الطعام الآن، سأصادره منكم. الأكل ممنوع في هذه المدرسة. طعامكم يذهب إلى سلة المصادرات. انظروا إلى هذه اللافتة، هذا يعني أن الطعام ممنوع في المبنى. يا فتيات، عليكم أن تكونوا منتبهين جداً في الجغرافيا. بالتأكيد نحن منتبهون جداً. وينزدي، انظري، له من اسم مضحك لهذه الجزيرة. لا أرى أي شيء مضحك. مللت من الاستماع إلى هذا. الأفضل أن أكل العيون اللذيذة. نعم، خطرت لي هذه الفكرة الرائعة أمس. كنت جالسة أدور الكرة الأرضية وأكل العيون السكرية. كانت العيون لذيذة، وكنت أفكر كيف يمكنني إحضارهم إلى المدرسة. وبعدها أدركت أن الكرة الأرضية تنفتح، وهذا يعني أنه يمكنني وضع العيون المارميلادية اللذيذة في الداخل. هكذا وضعتهم. لكنك لست الوحيدة الذكية اليوم. لدي أيضاً بعض الحيل. أتعتقدي أن هذه حافظة خرائط عادية؟ لا، إنها علبة الشيبس حقيقية. يا لها من حيلة. بالأمس كنت أكتب وظيفة الجغرافيا وأكل رقائق البطاطس. بالصدفة بدأت في حشو الخريطة في عبوة رقائق الشيبس. ثم أدركت أن أنبوب الخريطة مشابه جداً لأنبوب الرقائق. وأدركت أن هذا التشابه يمكن أن يكون مفيداً جداً. وينزداي، بعد كل شيء نحن رائعون. يا بنات، توقفوا عن الكلام. الأفضل أن تنتبهوا إلى السبورة. رائع. أعترفوا، أين طعمكم؟ أعلم أن لديكم شيء. ليس لدينا شيء، لا تجديه أبداً. ماذا؟ لا شيء. انتهى الأمر، حان الوقت لدرس الرسم. سوف تحتاجون إلى رسم هذه الجمجمة. وينزداي، انظري، هل تعتقدي أن هذا طلاء أزرق عادي؟ بالطبع لا، إنه صالح للأكل. مذهل؟ طلاء صالح للأكل؟ ليس تماماً. البارحة كنت أرسم وفي نفس الوقت كنت أستمتع بالحلوى السائلة اللذيذة، لكن سعادتي لم تدم طويلاً لأنني في وقت من الأوقات خلطت عن طريق الخطأ بين الطلاء والحلوى السائلة، وهكذا انتهى الطلاء على لساني. كان فظيعاً جداً. لكن في نفس اللحظة الرهيبة أدركت أن أنابيب الطلاء والحلوى متشابهة جداً، لذلك قررت صب الحلوى في أنبوباً من الطلاء، وفعلت ذلك بحقنة عادية، وهكذا سكبت كل الحلويات. وكنت سعيدة جداً بهذه الحيلة التي خطرت لي. لن يكتشف أحد هذه الخطة. وقررت فعل نفس الشيء مع الأنابيب المتبقية. لذيذة. جيد، لكنك لست الوحيدة التي ابتكرت فكرة رائعة. انظري كم لدي أوريو. البارحة كنت أرسم وأستمتع ببسكويتي أوريو، وبهذا الوقت أسقط شيء صندوق الأوريو فوق الألوان عن طريق الخطأ. كنت غاضبة منه، لكن في ذلك الوقت أدركت أن البسكويتات تشبه الطلاء جداً، فقمت بتبديلهم. أعتقد أنها فقط فكرة رائعة. أوافقك. هل تشاغبون مرة أخرى؟ لماذا لا ترسمون؟ هنا أنا أرسم. وينزداي، أنا أيضاً أرسم. ما هذا الهراء؟ أعطني ألوانك.
أها حلويات، لقد حذرتكم ممنوع الأكل، هذه هي النهاية. مرحبا بكم في درس الرياضيات. وزد انظري، تبدو وكأنها آلة حاسبة عادية، لكنها أكثر إثارة من ذلك بكثير. بدلا من أزرار البوب إيت وضعت السكيتلز. خطرت لي هذه الفكرة عندما كنت أحل الواجب المدرسي، وبالطبع كنت أكل الحلويات المفضلة لدي، ثم أسقطت زوجة من الحلويات على الآلة الحاسبة، وأدركت أن الحلويات ستكون مثالية بدلا من الأزرار. وهكذا ألصقت السكيتلز بعناية. اتضح أنه رائع، والأهم أنه لذيذ. وأنا سأستمتع بالمارشميلو في صف الرياضيات. رائع. كنت أجلس في المنزل وأكتب روايتي وأكل المارشميلو بالطبع. فتحت دفتر ملاحظاتي ووجدت ألوان غير مناسبة أبداً، وبالطبع أردت إزالتهم بممحات، وعن طريق الخطأ أخذت المارشميلو بدلاً من الممحات، وعرفت مدى تشابههم، لذلك وضعت المارشميلو بدلاً من الممحات وأخذتها إلى الصف. كم نحن أذكياء! ما هذا الضجيج؟ يا فتيات لا تزعجونني، دعونا نواصل المعادلة. لم تلاحظ؟ اليوم في علم الأحياء سندرس هيكل الخفافيش. أني أنظري، أنا أيضاً لدي خفافيش، لكن ألذ بكثير من الذي ترسمهم المعلمة على سبورة. فكرة رائعة! توصلت إلى هذه الفكرة عن طريق الصدفة. كنت أكل المرميلاد وأزعجني شعري، أردت ضبه كله بهذه الشكلة، وفي لحظة خطرت لي فكرة، وفكرت لماذا لا ألصق المرميلاد على مشبك الشعر بغراء صالح للأكل. أنا فخورة بهذه الفكرة، اتضح أنه رائع جداً. جميلة ولذيذة. وانظري إلى اختراعي الجديد. هل تعتقدي أن هذا مجرد قلم؟ لا، بداخله مخبأ لمجموعة كاملة من البودرة الفوارة. أنا أحبها، دعني أرى. كنت مستلقية على السرير أكتب الملاحظات في مذكراتي الشخصية، وبالطبع لا أفعل ذلك بدون حلوياتي، لذلك كنت أكل هذه البودرة، ثم رأيت بريقاً في قلمي وأدركت أنه يمكنني التخلص منه بسهولة، وبدلا من اللمعان وضعت البودرة الفوارة اللذيذة. برأيي هذا عبقري. إذن يا فتيات، ماذا تفعل هناك؟ هل قررتم إخفاء الطعم عني مرة أخرى؟ سوف أجدهم، هذه المرة لدي عدسة مكبرة معي. لا شيء، حسناً. لم ترى شيء. أنا متعبة نوعاً ما. إن توقفي لا تنامي. نعم، لكي أبقى مستيقظة علي شرب بعض القهوة. من الجيد أنني أحضرت كوباً من القهوة معي. أنا بالتأكيد لن أنام بعد شربه. واو، فنجان قهوة، كيف قمت بإخفائه؟ كل شيء بسيط. خطرت هذه الفكرة لي في الصباح عندما كنت أذهب إلى المدرسة. أردت حقاً أن أخذ القهوة معي، لكنني أدركت في الوقت المناسب أنه لا ينبغي لي وضع كوب مفتوح في حقيبة الظهر، وخطرت لي فكرة رائعة. ماذا يحدث إذا أخفيت القهوة في حامل أقلام الرصاص؟ لن تبحث المعلمة هناك. رائع، أنا أيضاً أحضرت معي شيئاً لأشربه، وها هو الأنبوب. إلى أين يذهب؟ إلى حقيبتي، حيث يتم إخفاء زجاجة الكولا. خطرت لي هذه الفكرة في الصباح أيضاً. بينما كنت أقوم بحزم حقيبتي، أدركت أن حجم زجاجة الكولا هو الحجم المثالي لحقيبتي، لذلك قررت أن أحاول إحضار الكولا إلى الصف. أنا فقط بحاجة لإخفاء الأنبوب قليلاً، وعلى ما يبدو لقد نجحت، لأن الأنبوب لم يتم ملاحظته بعد ذلك. أليس رائع؟ وزد هيا جرب قهوتي وسأجرب الكولا. حسناً. يا لها من صور سيلفي رائعة. ابتعدي، أنت تزعجينني. أنا أتظاهر يا وينزدي، هذا فقط حلويات لذيذة وليست هاتف. يا لها من فكرة. توصلت إلى هذه الفكرة عندما نفدت بطارية هاتفي في الوقت غير المناسب.
كنت ألعب وأكل المارميلاد، لكن هاتفي انتهى من الشحن تماماً. في البداية كنت حزينة، لكن بعد ذلك خطرت لي هذه الفكرة. لماذا لا ألصق هذه الحلويات على غطاء الآيفون؟ أحضرت لاصق صالح للأكل ووضعت كل هذه المارميلاد على بيت الهاتف. هكذا؟ لدي أيضاً بعض الحلويات، لكن ليس على بيت الهاتف ولكن على حذائي. انظري كم يوجد مندمس هناك. وأروع شيء أنه يمكنني فصل كل قطعة من هذه الحلويات وتناولها في أي وقت. واو! أبعد يديك. لم أخبرك بعد قصة كيف توصلت إلى هذه الحيلة الذكية. كنت أخلع حذائي عندما أدركت أن المعلمة لا تبحث في الأحذية أبداً. إذن إنه أفضل مكان لإخفاء الحلوى. ثم علقت الحلوى على الحذاء مباشرة. حتى الآن إنها أفضل فكرة توصلت إليها. أوافقك. هذا لذيذ بشكل لا يصدق. يا فتيات، ما هذا الضجيج؟ ماذا؟ هل تأكلون أشياءكم وأحذيتكم؟ لا أصدق عيني. أشعر بالسوء. ماذا بها؟ يبدو أنها أساءت فهمنا. لا بأس، دعيها تستريح قليلاً.